السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا صفحة 28 من كتاب فضاء الرياضيات مستوى الثاني ابتدائي. موعدنا مع الدرس الخامس اللي هو مقارنة الأعداد من 0 إلى 999 وترتيبها. اش كتعني المقارنة بين عددين؟ وأننا العددين كنحطوهم وكنشوفوا شكون الكبير وشكون الصغير، أو واش كيتساوى مع بعضياتهم ولا لا. يعني ما كيحطوكش عدد وكيقول لك قارن بيناتهم، يعني خصك دير إما أصغر أو أكبر أو تساوي. واش كتعني الترتيب؟ يعني نرتبوها من الأصغر للأكبر أو نرتبوها من الأكبر للأصغر. نشوفوا الحصة الثانية، أكتشف وأتمرن. نشوفوا السؤال الأول، شنو مطلوب منا؟ السؤال الأول يقول: يمثل الجدول، يعني هذا الجدول هذا شنو كيمثل لنا؟ عدد صفحات القصص التي قرأها كل طفل أو طفلة خلال شهر. هنا مجموعة من الأسماء، هادو أسماء ديال الأطفال، وهادو الصفحات اللي قرأوهم ديال القصص. بحال بيهي قرأ 136 صفحة، مريم قرأت 175 صفحة، سارة قرأت 153 صفحة، كريم قرأ 124 صفحة، زينب 195 صفحة. السؤال يقول: أكبر عدد من الصفحات قرأها طفل أو طفلة هو. شنو أكبر عدد في هذه ديال الصفحات اللي تقرأو؟ كنشوفو من كنديرو مقارنة بين هاد الأعداد، كنبداو نقارنو من اليسار، يعني من المئات، مئة 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 مئة. إذا ما حلناش المشكل، غنشوفو اللي موراها. هنا تسعة بالعشرات، هنا جوج، خمسة، سبعة، ثلاثة. هنا صافي باننا شكون اللي كبير، لأن كنشوفوش الكبير في المئات كلهم قد قد، نشوفو الكبير في العشرات هي 9. إذا هذا هو أكبر عدد، إذا هو 195. بلا ما نحتاجو ندوزو للوحدات، شفنا غير العشرات بانها 9 كبار، إذا بلا ما نحتاجو ندوزو للوحدات. فوكاش حنا دزنا من المئات للعشرات تبان كل شيء قد قد، فهمتوا؟ إذا أصغر عدد من الصفحات قرأها طفل أو طفلة هو. كيفاش غنعرفوها؟ تاني كنطلقوا من الأرقام ديال المئات كلهم واحد واحد واحد. دابا كنقلبوا على الصغير، ما كنقلبوش على الكبير. هنا عندنا 9، هنا 2، هنا 5، هنا 7، هنا 3. شكون الصغير في العشرات؟ هو 2. اذا هذا هو اصغر عدد ديال الصفحات، هو اللي قراه كريم. اصغر عدد من الصفحات قراها طفل او طفله هو 124. فهمتوا الطريقه؟ دابا ندوزو، قالك ورتبوا اعداد الصفحات من الاصغر الى الاكبر. اذا الصغير فيهم شكون هو؟ فين نحطوه، هنا ولا هنا؟ إذا الجهة اللي قلنا بأن التمساح كيحل فمو على الحاجة الكبيرة، إذا الحاجة الصغيرة مرة هي هذه. إذا عندي 124 هنايا، 195 هو الكبير كاع، شتو؟ إذا دابا شكون اللي تابع 124؟ نشوفو جوج تابعها 3، 136، 3 شنو تابعها؟ تابعها 5، 153. شنو تابع الخمسة؟ 775. هيا من الأصغر إلى الأكبر. بقالك أكتب أسماء الأطفال والطفلات ابتداء من زينب. هيا زينب هي اللي قرأت أكبر عدد ديال الصفحات. نبدأ منها، التي قرأت أكبر عدد من الصفحات نتبعوها. شنو اللي تابع 195 ديال زينب؟ هاد 175 ديال من؟ ديال مريم. نديرو مريم هنا، شتو؟ شنو تابع 175؟ 153 ديال من؟ ديال سارة. كتبوها هنا. شنو اللي تابع سارة؟ تابعها 136 ديال من؟ ديال بيهي. بيهي هو اسم أمازيغي. 124 ديال من؟ ديال كريم. إذا كريم هو المعجاز اللي قرأ غير صفحات غير شوية، كلهم قراو بزاف الا كريم قرا غير 124. واضح؟ ندوزو دابا للتمرين رقم 2. التمرين رقم 2، لاحظوا معايا جيدا، نشوف شنو مطلوب منا. التمرين رقم 2 قالك سيدي: اعد، يعني نحسب، واكتب، فيها تكتب هنا هضرب رايس هذا هذيك النقط، عدد المكعبات وأحيط بخط أكبر عدد. ها هما المكعبات، هادو صفائح
كما كتعرفوا الصفيحة فيها 100 مكعب، هادو قضبان قضيب واحد، كل قضيب فيه 10 ديال المكعبات، وهادو مكعبات وحيدة يعني الوحدات. إذا بداو يحل عندنا دابا العدد، عندي له هاكا ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها الوحدات العشرات المئات. شحال عندنا هاد الوحدات هنا في هاد العدد؟ شحال المكعبات اللي وحيدة بوحدها؟ ثلاثة. إذا نديرو ثلاثة. شحال عندنا ديال العشرات؟ قضيب واحد، إذا 10 واحدة، 3 وهنا واحد. شحال عندنا ديال الصفائح؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، إذا 8 الصفائح، يعني 8 ديال المئات. إذا هذا العدد هذا 813. نمر للعدد اللي حداه. شحال عندنا ديال الوحدات؟ 1 2 3، كتبو 3. شحال عندنا هاد القضبان يعني العشرات؟ 1 2 3. شحال عندنا هاد الصفائح؟ 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 ديال الصفائح. دابا نحاولو نقارنو شكون الكبير فيهم. هنا كنقارنو ديما من اليسر يعني من المئات، 8 مع 8 بحال بحال، 3 مع 1، 3 أكبر من 1، إذا فين هو الكبير؟ هو هاد العدد هذا. ندوروه بخط أكبر عدد، أنا ندوره عليه هو هاد 833 كبار من 813. نمر الآن إلى التمرين الثالث. كما كتعرفوا ديما من كنبداو من المقارنة بين العددين كنبداو من اليسار، ما كنبداوش من اليمين، يعني اللي خاص اللي كتبين لك الكبير فيهم هو الحاجه الكبيره اللي القيمه ديالها اكبر. اذا نبداو بالمئات، عاد ندوزو للعشرات، عاد ندوزو للوحدات. ياك هنا استعمل بطاقات الارقام، يعني هذه الارقام ها بطاقه بطاقه بطاقه، نستعملهم واكتب اكبر عدد واصغر عدد. اكبر عدد اذا ها هو مثلا عندنا مع عدد مكون من 3 ارقام، ها 1 ها 2 ها 3. اكبر عدد هنا أكبر رقم هو 9 ياك، وأصغر رقم هو 2. إذا لو بغيت أكبر عدد، واش غنحط 9 في المئات ولا نحط 2 في المئات؟ طبعا حنا نحط 9، نحط العدد الكبير هو اللي نحطه في المئات، لأن المئات غالية غالية بزاف. 9 في المئات شنو اللي تابعو؟ خصنا نحطه في العشرات، لأن العشرات غلا من الوحدات. نحط 5 هنا، وعاد الجوج هي الصغيرة نحطها في الوحدات لأن ما تأثرش. ماشي بحال من كنبغي اصغر عدد ندير العكس. اذا نحط جوج فين؟ في المئات. شنو تبعها؟ العشرة تنحط فيها 5، والواحدة تنحط فيها 9. واضح؟ فهمتوا كيفاش دابا؟ هذا مثلا شي خوك من كتكونوا انتم صغار، دابا كيجي شي خوك كبير كيبغي يضحك عليك، كيقول لك كيعطيوك في العيد مثلا 30 درهم، ياك هو كيكونوا عنده 30 درهم كيكون عندك انت بحال دابا 10 دراهم 10 دراهم 10 دراهم، غير 3 ديال 30 درهم، يعني 3 الحبات. كيجي هو كيقول لك عندي 17 درهم، كتكون عنده دراهم كيقول هما بزاف ديال الفلوس انا نعطيهم لك، وانت عندك غير 3 ديال الوحدات كبار، وهو عنده 17 درهم 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 درهم، وانت عندك غير 3 كبار كيبغي يضحك عليك، يقول انت عندك غير 3 عطيهم لي وانا نعطيك هاد 17 كاملين. هذا كنتي فاهم؟ كتقول له هادو راه عشرات، انت عندك اي وحدات، فهمت؟ اذا انا ما نقدرش نتبادل معاك لان انت عندك غير وحدات، انا عندي عشرات. اغلبيه كانوا كيديروها الدراري الصغار. اذا هنا كملنا الصفحه 28 انتهى.